بدايتي مع الأولمبياد وموهبة بشكل عام كانت من الصف الثالث ابتدائي. كنت في مدارس تحفيظ القرآن، ثم أحد المعلمين الله يجزاه خير اسمه الأستاذ خالد الغامدي عرفني على اختبار قياس، وأخذت اللي هو منحة داخلية إلى مدارس الحصان النموذجية، ومن ثم أكملت مسيرتي إلى الصف الخامس ابتدائي أو سادس ابتدائي، ودخلت في الأولمبياد مسابقة موهوب بداية، من بعد مسابقة موهوب إلى الأولمبياد، والحمد لله إلى الصف الثاني ثانوي تقريبا 6 سنين إلى 5 سنين في برنامج الأولمبياد. والاستثمار اللي كان في هذا البرنامج والاستثمار اللي كان في التعليم الأكاديمي بشكل خاص كان جدا كبير من ناحية وقت ومجهود من جميع الناس، سواء كان أنا كطالب، سواء كان معلمين، سواء كان أهل، سواء كان زملاء، سواء كان الطاقم اللي يساعد بس في أنه ينجح زي هذه البرامج مثل برنامج الأولمبياد، مثل مسابقة موهوب، مثل الكادر، كادر برنامج موهبة أو برنامج مؤسسة موهبة بشكل كبير. صراحة يعني ما تكفي أبدا كلمات الشكر لهم، ويعطيهم ألف عافية. وبالنسبة لي النقطة الثانية واللي هي نقطة كاوست. كاوست كجامعة تحتضن برنامج مثل برنامج الأولمبياد، هذا شيء طبعا يفوق الخيال، لأن الجامعة هذه ما شاء الله تبارك الله جامعة من كل النواحي تعتبر متطورة وفيها تنوع ثقافي جدا كبير، نتكلم عن أكثر من 30 جنسية وأكثر من 40 جنسية في هذه الجامعة، نتكلم عن مدينة جامعية حتى ما نقدر نقول عنها جامعة، فالمعيشة هنا مختلفة في هذه الجامعة وتعطيك تجربة وتعطيك خبرة تقدر تستفيد منها بشكل كبير في حياتك الجامعية أو ما بعد حتى الجامعة عندما تكون مستقر في حياتك اللي هي الوظيفية أو كانت العائلية. حقيقة يعني لو نرجع بالزمن شوي 10 سنين، برامج زي كذا أنك تروح من المتوسط أو الثانوي وتخش في جامعة وتقعد تدرس 8 ساعات متواصلة، هذه صراحة ما كان أبداً راح يفكر فيها أي أحد في الفترة الزمنية الماضية قبل 5 سنين 10 سنين. لكن الآن التجارب هذه هي اللي تبني الشخص من بدري، هي اللي تعطيه روح المبادرة، هي اللي تنمي مهاراته، تعطيه تجارب أبداً ما حد راح كان يفكر فيها. فالمدينة الجامعية هذه أو كاوست هنا في السعودية لما تستضيف طلبة ناشئين صار من المتوسط، وأنا أتوقع أن في طلبة ابتدائي أيضاً معنا مسادس ابتدائي، لما تشوف ناس ناشئين زي كذا يقعدون أو يدرسون في بيئات تعليمية وأكاديمية زي بيئة كاوست، هذا شيء ما أظن أبداً أنه راح يكون في عليه تأثيرات سلبية كثر ما تكون في تأثيرات إيجابية على الشخص كفرد، كبيئة اللي هو لما يرجع بيته، كدولة وكعالم. فالشخص هذا لما يكون يبدأ يتعرض لهذه الأشياء اللي تخليه يفكر بتفكير راشد منذ الصغر ما نفكر فيها أبداً، أو كمية النمو اللي عائدة على هذا الفرد وعلى المجتمع وعلى العالم ما تقاس أبداً. نحن في كاوست بنخلص بإذن الله بعد أسبوع تقريباً، وبعدين من كاوست على طول بنروح بإذن الله إلى هنغاريا لمعسكر تدريب عملي راح يكون في أحد المختبرات في مدينة سقد. نستعد لمسابقة الأحياء الدولية واللي هي الانترناشنال بيولوجي اولمبياد اللي هو الاي بي او باختصار، اول مشاركه لفريق الاحياء السعودي واللي راح تكون في ارمينيا في منتصف شهر يوليو. باذن الله هذه فيها امل جدا جدا كبير من اول شيء كحنا كفريق اللي هم 4 افراد، وايضا كالدوله اللي تحط امالها على فريق الاحياء السعودي، لأن حنا ما قد حققنا أي ميدالية لأسباب كثيرة، وأملنا جدا جدا كبير في هذه المشاركة بإذن الله، على الأقل على الأقل ميداليتين
وإذا كنا مبدعين في هذاك اليوم اللي هو يوم المشاركة، 4 ميداليات كلنا بإذن الله راح نحقق ونرجع هنا فرحين وسعيدين وفخورين بالتحقيق اللي سويناه بإذن الله.